شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأنه إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هاي ستريت برو رح تقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. استفيدوا هلأ من العرض لأنه فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس بدل 36 دولار، وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. لما بدنا نضعف وندوب الدهون ونعمل جسم رياضي بكل رياحة من دون تعب لا جهد ولا نوادي رياضية، جهاز الجيم فورم 6 باك هو الجهاز لجسم قوي ومشدود وبلا دهون. حارق الدهون جيم فورم 6 باك هو إلكترو ماسكولر سيميليتر، 10 دقايق بس كل يوم وفينا نحصل على النتيجة يلي بدنا إياها. بيشتغل على كل الميلات من ورا من قدام وأوبليك كمان لنتأكد إنه كل العضلات عم يستفيدوا بنفس الوقت. سهل الاستعمال وبينحط بلا ما يبين، في 10 درجات قوة يعني بيصلح للمبتدئين كما للبروفيشنال. بيشتغل على البطارية وفينا نستعمله بالبيت بالسيارة أو بالمكتب. فيكن تحصلوا على جيم فورم 6 باك ب 59 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثل البنات، من هيك صار في مكنات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها 30 دولار هي مكنة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها على كذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب والسوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين، من الأنف أو الجسم، مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو بتوفر عليكم وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا الحلاق تبعكن. ب 30 دولار بتوصل لعندكن فري ديليفري ومكفولة لمدة سنة. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا على السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب منعمله بحياتنا اليومية؟ رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال باشر، بسعر 28 دولار بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة، ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55. لكن الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55.
قد ايه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتنج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتنج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب $24 او الاثنين ب $30 بس. تصلوا بس سلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. إذا بدنا نعمل بوب كورن بطريقة صحية وسريعة، ما قلنا إلا هالماشين يلي بتعملنا كمية كبيرة من البوشار وبسرعة من دون ما نزيد لا زيت ولا زبدة. بوب كورن ماشين تشتغل على الكهرباء، يعني ما بقى بحاجة للغاز ولا لطنجرة تنعمل بوب كورن. خفيفة الوزن وفينا ننقلها من محل لمحل، وأكيد الأولاد رح ينبسطوا فيها كتير، وحتى فيهم يستعملوها هن بكل الأماكن. ما قلنا إلا نحط الحبوب هون وندورها خلال دقيقة أو دقيقتين وبنحصل على البوب كورن الصحي اللي بدنا إياه. هالبوب كورن ميكر فيكن تحصلوا عليها ب $42 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بس سلر على 01-44-55-55. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هيدا السات مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اتنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10×18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. تصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.